مرحبا بكم. دونك اليوم ان شاء الله نحلوا اول ريستورون كي اف سي في تونس. اون فيت كي اف سي انسيني انترناسيونال معروفه parmi les premières enseignes au monde, موجوده في اكثر من 125 بلاد, اكثر من 20000 ريستوران partout dans le monde. واليوم ان شاء الله سي جات لتونس ونحن اوني فيير aujourd'hui d'avoir une enseigne de ce type là, معناها parmi les plus grandes enseignes internationales de fast food اللي جات لتونس. فات جات لتونس, دونك il y a eu tout un travail avec certaines spécificités. لتونس سي كو احنا في تونس اليوم en fait on a la spécificité d'avoir des produits tunisiens et d'utiliser des produits locaux. En fait, اليوم الدجاج التونسي, الخبز التونسي, السلطة التونسية, tous nos produits en fait sont locaux à part en fait les recettes secrètes, اليوم les épices نتاع KFC. اليوم donc inchallah ça sera la première ouverture. On a un plan de développement d'ouvrir en fait 5 restaurants sur 2018. باش نبداو بالغراند تونس pour les 5 restaurants, inchallah à partir de 2019 نحاولوا نمشيو في باقي انحاء الجمهورية. اليوم KFC في تونس بعباد توانسة, خدامة توانسة, سي سا لافونتاج. نستعملوا في دي برودوي فري ان فيت جينيرالمون KFC في العالم يستعملوا دجاج كونجلي. احنا هنا لا سبيسيفيسيتي اليوم دوتيليزي دو بولي فري, فهمتوا؟ هذا اللي باش يعطي نكهه زاده للدجاج نتاعنا والمأكولات نتاعنا. كيف كيف اون تيرم دو بري, فات نتصوروا اليوم احنا الاسواق نتاعنا باش تكون في متناول الكونسوماتور التونسي. عندنا نوتخ برومي بري يبدا من 3 دينارات, ان منيو اون فات وجبه كامله معناها اقل من 9 دينارات. وكافي سي عندها زاد لا سبيسيفيسيتي سي دو بارتاجي. اون دي بوكيت اون فيت هما اللي نسميوه سطل الدجاج نتاع KFC اللي نجم يتقسم بين 3 و4 و5 من الناس. دونك لو برومي ريستورون هذا في لاك 1, دونك ان شاء الله ابارتيغ من نهار الاربعاء 10 جانفي فهمت يكون محلول للببليك. ونستناوكم ان شاء الله باش تجيو بحذانا وباش تذوقوا اون فيت لي روسيت سكريت نتاع الكولونيل ساندرز, فهمت؟ اللي عمل KFC وقت اللي خلط عمره 65 سنه. كوم كوا اون فيت اني جامي ترو تار بور ريوسير دون سا في.